بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي لغات. النهاردة موعدنا مع آخر درس في الاستاتيكا اللي هو The Negative Mass Method. النهاردة بنتكلم على Method of Solving Center of Gravity. لما يكون عندي في مجموعة masses وانا شلت منهم ماس معينه، يبقى بيقول لي هنا suppose we have a rigid body of mass m اللي هو الكبير and the center of gravity بتاعه g. يبقى اي جسر طبعا في الاول خالص انا عندي center of gravity بتاعه، وبعدين and we removed the part 1 of mass m1، يبقى انا شلت منه part وليكن الماس بتاعته m1 والسنتر جرافيتي بتاعه جي 1 and the required المطلوب مني to find the point G2 اللي هو center of gravity of the remaining part اللي هو 2. طب ال remaining part الماس بتاعه هيبقى كام؟ عبارة عن M minus M1. طيب انا اول زي ما احنا شايفين في الشكل اللي قدامنا ده، انا عندي الجسم كله كان M وشلت منه بارت اللي هو M1، اتبقى معايا البارت اللي هو M2 والسنتر اوف جرافيتي جي 2. انا دلوقتي عاوز اجيب جي 2، فانا هفرض ان انا عندي الجي كانت اكس وواي اللي هو السنتر اوف جرافيتي بتاع الاوريجينال بودي، وجي 1 ده السنتر اوف جرافيتي بتاع الريموفينج بودي، والجي 2 اللي هو اكس 2 واي 2 اللي هو سنتر اوف جرافيتي اوف ذا اوف ذا ريميننج بارت. هنجيب اكس ازاي؟ بنفس الطريقه، بس انا عندي هنا بقى في نيجاتيف ماس، يعني في الماس اللي انا شلته ده هعتبره بالنيجاتيف، يبقى هقول الماس بتاعته بالنيجاتيف، يبقى هقول ام اكس ماينس ام 1 اكس 1 على ام ماينس ام 1، والواي عبارة عن M في ال Y minus M1 Y1 على M minus M1. ده كده اسمها طريقة الماس السنتر أو النيجاتيف ماس. طب نشوف إكزامبل، هنبص على إكزامبل. إكزامبل 1 بيقول لي هنا Four equal masses each of magnitude 100 جرام are placed at the vertices of the square ABCD. تاني، أنا عندي four equal masses each of magnitude 100 gram are placed at the vertices of the square ABCD. عندي مطلوبين، determine the center of gravity of the system about AB and AD. يبقى أنا عاوز center of gravity بتاع السيستم اللي موجود عندي اللي هم الفور masses. وبعدين قال لي if the mass at C is removed determine the center of gravity of the remaining system. كده احنا فهمنا ان انا عندي four equal masses كل واحد فيهم of magnitude 100 جرام وعند ال vertices of the square. تعال نشوف كده، ادي السكوير اهو A B C D، وعشان هو قال لي انا عاوز السنتر اوف جرافيتي with respect to the ray AB and the ray AD، خليت الري اي بي والري اي دي هما التو اكسس، وقلت ان الاي ريبريزنت الاوريجن بوينت، وهنقول نفرض ان السكوير ده السايد بتاعه ال، والاي هي السنتر اوف ذا سكوير، والاي هي الاوريجن بوينت. انا عندي 4 ايكوال ماسز عند الاي والبي والسي والدي. طيب بنعمل الجدول بتاعنا اهوت، الاي عندها 100 جرام والاكس بتاعتها بزيرو والواي بتاعتها بزيرو. طب والبي عندها 100 جرام والاكس بتاعتها ال والواي بتاعتها زيرو، لان البي على الواي على الاكس اكسس، فالكوردينيت بتاعت البي هتبقى ال وزيرو. طب والسي برضو عندها 100 جرام والكوردينيت بتاعتها ال وال. البوينت دي عندها 100 جرام، وعشان الدي لايز اون واي اكسس فالكوردينيتس بتاعتها 0 و ال. كده انا عملت الجدول،
وهنشتغل بنفس طريقة الدرس اللي فات، احنا لسه بنجيب السنتر اوف جرافيتي بتاع السيستم. يبقى هقول ايه؟ ام 1 اللي هو الماس الاولاني في اكس 1 اللي هو 0 زائد ام 2 اللي هو 100 في ال زائد ام 3 اللي هو 100 في ال زائد ام 4 اللي هو 100 ملتبلاي 0. كده جمعت الاكس، وهعمل نفس الكلام في الواي، تمام؟ زي ما انتوا بتقولوا كده 100 في كام؟ في 0 بلس 100 في 0 بلس 100 في ال بلس 100 في ال. تعال نشوف ايه السبستيوشن هيوصلنا لايه. يبقى هنا نفس الجدول قدامي اهوت، الاكس اهيت 100 في 0 زي ما قلنا، بعدين 100 ملتبلاي ال، وبعدين 100 ملتبلاي ال بلس 100 ملتبلاي 0 على مجموع الماس كام؟ 100 بلس 100 بلس 100 بلس 100 اللي يبقى 400 يديني هاف ال، تمام؟ طب والواي جي عباره عن 100 ملتبلاي 0 بلس 100 ملتبلاي 0 بلس 100 ملتبلاي ال بلس 100 ملتبلاي ال، يبقى 200 ال على 400 برضه هاف ال. اذا السنتر اوف جرافيتي بتاع الماسز وقع عند الاي اللي هي السنتر بتاع السكوير، هاف ال وهاف ال. ليه؟ لانهم 4 ايكوال ماسز، واحنا قلنا الرول دي قبل كده، قلنا لو عندي 4 ايكوال ماسز محطوطين على الفيرتسز بتاع سكوير يبقى السنتر اوف جرافيتي بتاعتهم عند السنتر اوف ايه؟ اوف ذا سكوير. كذلك لو عندي 3 ايكوال ماسز ات ذا فيرتسز اوف ايكوالاتورال ترانجل يبقى السنتر اوف جرافيتي بتاعتهم فين؟ عند البوينت اوف انترسكشن اوف ميديانز. عشان كده طلع السنتر اوف جرافيتي بتاع الفور ماسز عند مين؟ عند الايه؟ السنتر اوف سكوير. طيب الجزء الثاني في السؤال قال لي الماس اللي هي عند السي از ريموفد. طيب احنا حددنا دلوقتي ال 400 جرام اللي هم الاربعه، يبقى انا بعتبرهم الاربعه موجودين، وبعدين السنتر اوف جرافيتي بتاع الاربعه بتاع السيستم الاصلاني كام؟ هاف ال وهاف ال. طب وهعتبر بقى الماس اللي انا شلتها دي بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف 100، يبقى هي كانت موجوده في 400 وحطيتها هنا بالنيجاتيف، خلاص؟ طيب والسنتر بتاعها بتاع ال 100 بكام؟ هي بتاثر عند السي عند ال وال. اصبح عندي بقى سيستم جديد، السيستم ده متكون منين؟ من الاوريجينال ماسز اللي هم ال 400 مع السنتر جرافيتي بتاعهم اللي احنا سميناه ايه؟ جي 1. وبعدين الريموفد ماس اللي هي نيجاتيف 100، احنا حطيناها بنيجاتيف لانها ريموف، والسنتر بتاعتها ال وال. وهنطبق برضه نفس القصه بتاعت الاكس والواي. اذا الاكس 2 400 ملتبلاي هاف ال ماينس 100 ملتبلاي ال على 300. 300 ليه؟ عشان احنا عملنا 400 ماينس 100 هتطلع 1 اوفر 3 ال. والواي برضه 400 ملتبلاي هاف ال ماينس 100 ملتبلاي ال على 300 يبقى سيرد ال برضه. اذا السنتر اوف جرافيتي بتاع الريميننج برضه هيبقى ايه؟ سيرد ال وسيرد ال. خلاص ده كده السنتر اوف جرافيتي بتاع الريميننج بارت بعد ما حذفنا الايه؟ الماس. يبقى انا قلنا هنا دلوقتي انا بشتغل بمبدا حاجه او ميثود اسمها النيجاتيف ماس. نخلي بالنا دي ميثود، مجرد ميثود للحل. طيب نشوف اكزامبل تاني، نقرا الاكزامبل كويس مع بعض. معاك دقيقتين تقرا الاكزامبل. تمام كلنا بصينا على الاكزامبل. افاين لامينا اوف ا يونيفورم دينستي. خلي بالك احنا قلنا افاين لامينا يعني اليونيفورم دينستي، ده معناه ان السنتر اوف جرافيتي بتاعها بتاثر فين؟ في السنتر اوف ذا سكوير لانها على شكل سكوير. اوف سايد لينس 36. طيب ده السايد لينس بتاع اللامينا 36. اتس 2 دايجونال انترسكت
it to diagonal intersect at M. طيب DM is bisected at point E and the triangle EAD is separated. يبقى أنا بنزع دلوقتي جزء من اللامينة. Identify the center of gravity of the remaining part of the lamina. وبعدين بيقول لي if the lamina is freely suspended from the point A until it gets equilibrium in a vertical plane, find the inclination of AB to the vertical. السؤال فيه أكتر من جزئية عايزين نركز معاها. أنا عندي لامينا الأول وبعدين السايد بتاعها 36. فين الماس بتاعها؟ مش موجود. طب تمام، التو دياجنال انترسكت ات ام وبايسكت الدي ام في البوينت اي وبعدين عملنا سيباريشن للتريانجل، فين الماس بتاعته؟ مش موجود. طب هنعمل ايه؟ احنا قلنا المره اللي فاتت ان انا لما يكون مش عندي الماس باخد ايه؟ طالما هي يونيفورم لامينا يعني يونيفورم دينستي يعني الماس ديستريبيوتد ايكوالي على الاريا بتاعتها. يبقى لازم نجيب الاريا. يبقى انا قدامي حاجتين دلوقتي، ان انا اجيب الاريا بتاع السكوير والاريا بتاع الايه الترينج. تعال نشوف كده، ادي الشكل بتاعه السكوير اي بي سي دي، الاي ميد بوينت اوف ام دي، وعملنا سيباريشن للترينجل اي دي اي اللي هو شيدد بارت ده. طيب احنا اتفقنا ان انا هجيب الاريا بتاع السكوير ريشيو الاريا بتاع الترينجل هتطلع 8 ريشيو 1، يعني الترينجل ده 1 اوفر 8 من الايه من السكوير. جبنا الكلام ده منين؟ كلنا هنبص على الشكل، الترينجل اي دي ام ده كوارتر الاريا بتاع السكوير. احنا عارفين الدياجونال ده بيقسم ايه السكوير انتو 2 ايكوال اريا. طيب والترانجل اي دي ام عشان الام دي ميد بوينت اوف دياجونال، يبقى الترانجل اي دي ام كوارتر الاريا بتاع السكوير. طب الاي ميد بوينت اصبح الترانجل اي دي اي هاف الترانجل اي دي ام هاف، والتاني كوارتر يبقى 1 اوفر 8. يبقى اذا الريشيو بتوين الترانجل للسكوير 1 ريشيو 8 او السكوير للترانجل 8 ريشيو 1. طب دلوقتي انا بعمل الخطوه دي ليه؟ عشان ما عنديش الماس. طب ما الماس هتبقى ايه بقى دلوقتي؟ هتبقى بروبورشن مع الاريا. يعني هفترض ان الاريا لما الاريا بتاع السكوير 8 يبقى الماس بتاعته 8 ام، والاريا بتاع الترينجل 1 يبقى الماس بتاعته ايه 1 ام. زي ما هنشوف دلوقتي، ادي الترينجل بتاعنا. طيب السنتر بتاع السكوير كام؟ ما هو ام 1 السنتر بتاع السكوير البوينت اوف انترسكشن اوف دياجونال. طب السايد لينس كان 36، طب يبقى السنتر بتاع السكوير كام؟ هاف ال وهاف ال، يبقى كام؟ 18 و18. طب انا عايز اجيب السنتر اوف جرافيتي بتاع الترانجل هنعمل ايه؟ احنا خدنا الكلام ده في السوليد جيومتري. انا عندي الترانجل الفيرتسز بتاعته اي دي اي، الاي ب 0 0 انا معتبرها الاوريجن بوينت، والدي 0 36، والاي 9 و27. يبقى السنترال جرافيتي بتاع الترانجل ها اللي هي البوينت اوف انترسكشن اوف ميديانز بجيبها ازاي؟ اكس 1 بلس اكس 2 بلس اكس 3 اوفر 3، y1 بلس y2 بلس y3 اوفر 3، حيث ان x1 y1 و x2 y2 و x3 y3 هي الفيرتسز بتاع الترينجل. طب انا جايب الفيرتس بتاع الترينجل اللي هو ال ADE، يبقى 0 بلس 0 بلس 9 اوفر 3 تطلع 3. طب وبعدين 0 بلس 36 بلس 27 اوفر 3 تطلع 21. يبقى السنتر اوف جرافيتي بتاع الترانجل 3 و21، اللي هو الماس بتاعته هيبقى بالنيجاتيف، والسنتر اوف جرافيتي بتاع السكوير هيبقى كام؟ 18 و18. تمام، يبقى انا عندي السنتر اوف جرافيتي بتاع السكوير 18 و18، والماس عندها كام؟ 8، زي ما قلنا الريشيو 8 ام.
والسنتر اوف جرافيتي بتاع الترانجل هتبقى 3.21 والماس بتاعته نيجاتيف 1 ام زي ما هنشوف في الجدول ده اهوت جدول قدامنا اهو الفيجر بدل بوينت يعني ماشي السكوير والتاني الترانجل الماس بتاع السكوير كام 8 والماس بتاع الترانجل نيجاتيف 1 لانه سيباريتد طب بالنسبة للسكوير سنتر اوف جرافيتي بتاعته كام؟ 18 و18 زي ما قلنا والترانجل 3 و21 خلاص يبقى انا هشتغل نفس الرول ام 1 اكس 1 ماينس ليه ماينس؟ عشان قلنا نيجاتيف ماس يبقى نيجاتيف 1 في 3 يبقى 8 ملتبلاي 18 اكس 1 في اكس 2 سوري ام في اكس 1 بلس ام اللي هي نيجاتيف 1 في اكس 2 ده 3 على 8 ماينس 1 اللي هو مجموع الماس تطلع 141 على 7 تايم وبعدين الواي برضه نفس الكلام 8 ملتبلاي 18 ماينس 1 ملتبلاي 21 على 8 ماينس 1 برضه 127 على 7 طيب يبقى ايه ده السنتر اوف جرافيتي 141 اوفر 7 123 اوفر 7 طيب تان سيتا احنا هنعمل سسبنشن من الايه؟ تان سيتا واي على اكس يبقى 1 2 3 على 1 4 1 اللي هي 41 على 47. Another example ونبص عليه بيقول لي A uniform lamina in the form of a square ABCD of side length 8 سنتيمتر برضه uniform lamina والشكل بتاعها سكوير والسايد لينس 8. If a circular disk of radius length 2 and the distance 3 from each of AB and BC is cut, identify the distance between the center of gravity of the remaining part and both DC وال AD. يبقى انا قطعت هنا circular disk من السكوير، تعال نشوف شكلها عامل ازاي. ادي السكوير طبعا السنتر اوف جرافيتي بتاع السكوير عشان السايد لينس 8 و 8 هيبقى كام؟ هاف ال وهاف ال يبقى ايه؟ ام 4 و 4 طب السيركل بقى هي بتبعد ايه؟ 3 و 3 يبقى اذا السنتر اوف جرافيتي بتاع السيركل 3 و 3 طيب الاريا بتاع السكوير سايد باي سايد 84 الاريا بتاع السيركل هتبقى الريديوس بتاعها 2 يبقى ار سكوير باي يبقى 4 باي يبقى معنى ذلك انا عندي ريشيو بتوين الماس 64 ريشيو 4 باي تمام نعمل الجدول احنا قطعنا السيركل يبقى عندي السكوير الماس بتاعته 64 والسيركل الماس بتاعته او الديسك اللي احنا قطعناه الماس بتاعته نيجاتيف 4 باي والسكوير السنتر بتاعه 4 و4 والسيركل 3 و3 طيب عايزين نحسب الاكس ها كلنا بنفكر اكس 1 في ام يبقى 64 ملتبلاي 4 وبعدين اكس 2 اكس واي 1 اللي هي 3 اكس 2 اسف 3 في الام ايه؟ اي 2 اللي هي نيجاتيف 4 طبعا نيجاتيف ليه؟ لان احنا قطعناه. طب لما نحسب ديت طبعا على 64 ماينس 4 باي لما نعملها هتبقى ابروكسيميشن 4.24 طب والواي 64 باي 4 برضه ماينس 4 باي باي 3 على 64 ماين برضه هتطلع 4.24 يبقى السنتر اوف جرافيتي الجديده كام؟ 4.24 و 4.24 طب انا عاوز الديستنت فروم دي سي والاي دي الدي سي 2 كام؟ قلت له 8 ماشي يبقى هعمل 8 ماينس 4.24 و8 ماينس 4.24 هتبقى كام؟ زي ما احنا شايفين 3.76 و 3. كام 76 ده كده السنتر اوف جرافيتي بتاع الريميننج بارت
ونشوف another example. A uniform fine board of an area 200 centimeter square. A circular hole and of an area 40 centimeter square is separated if the distance between the center of gravity بتاع الهول and center of the board is 4 centimeter. Determine the center of gravity of the remaining part. يبقى هو مديني هنا التو سنترز بتاع الايه التو باركس بتاع الاوريجينال بارك. ادي البورد اهي الاريا بتاعتها 200 وادي الهول اللي احنا عملناه الاريا بتاعتها 40 يبقى الريشيو كام 5 ريشيو 1 ده معناها ان الماس بتاع البورد 5 ام والماس بتاع الهول اللي احنا عملناها 1 ام او الريشيو 1 ريشيو 5. طيب يبقى انا عندي ام ونيجاتيف 1 على 5 ام. طب ممكن اعملها ايه 5 ونيجاتيف 1. طيب هما الاثنين على الاكس اكسس يبقى انا عندي اكس بس 0.4. انا عاوز الديستانت يبقى الديستانت هنا هتبقى كام؟ لما احسب الاكس هتبقى ام في 0 ماينس 1 على 5 في 4 على ام ماينس 1 على 5 هيديني نيجاتيف 1. طيب مفيش ديستانت بنيجاتيف 1 يبقى انا هاخدها في عكس الدايركشن يبقى سنتر اوف جرافيتي اوف ذا ريميننج بار از ا ديستانت 1 سنتيمتر فروم اي ان دايركشن او اي يعني فين؟ في الاوبزيت دايركشن. يبقى النهارده احنا اتكلمنا على ازاي نتعامل مع ميثود من الميثودز اوف ايه؟ كالكوليتنج ذا سنتر اوف جرافيتي اوف body او system of masses. واتكلمنا لما بنعمل separation او removing لبارت من الماس وانا عاوز اجيب center of gravity of the remaining part. كلنا نبقى متاكدين من حاجه ان طبعا center of gravity عن طريق الماس النيجاتيف ماس دي ميثود بنحسب فيها center of gravity. تاني حاجة نبقى عارفين لما بنعمل سيباريشن لبرد من اللامينا او من الرود او من اي حاجة احنا من السيستم اوف ماس يعني اكيد السنتر اوف جرافيتي هيتغير. يبقى انا دايما بتعامل مع جزئيتين يا سنة تالتة، بتعامل مع مين؟ مع الاوريجينال سيستم اجيب السنتر اوف جرافيتي بتاعه وبعدين السيباريتد بارت واجيب السيستم اوف جرافيتي بتاعي. يبقى عندي هنا دلوقتي ايه؟ اثنين سنتر اوف جرافيتي. طب وبعدين انا عاوز سنتر اوف جرافيتي بتاع ايه بقى؟ بتاع الجزء الباقي. فبحط الجزء اللي اتشال الماس بتاعته بالنيجاتيف، احنا عشان كده سميناها الايه؟ النيجاتيف ماس ميثود. بكده احنا وصلنا لاخر درس في الاستاتيكا بفضل الله، وان شاء الله في المرات القادمه هنبتدي يبقى عندنا حصص مراجعات في الاستاتيكا على المنهج كاملا، وان شاء الله هنتعرض لنوعيات من نوعيات الاسئله اللي هي بتقابلنا في كتاب المدرسه بالذات، و نكون مستعدين بقى نصيحة ان احنا نراجع منهج الاستاتيكا كويس، كلنا نقرأ الاجزاء اللي فاتت عشان يبقى عندنا معلومة عن المنهج كله، عشان لما نراجع هتبقى الريفيجن هتبقى جنرال على بقية المنهج، وان شاء الله موفقين. وفي النهاية اترككم في رعاية الله مع تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، وكان معاكم مستر سامي فاضل كبير معلم الرياضيات بالوزارة مع تحيات الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بالوزارة، وشكرا جزيلا.